أصدرت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي قرارا قضى بإيقاف الجمعيات العمومية لكل الاتحادات والهيئات الشبابية والرياضية، وذلك إلى حين إشعار آخر. وأوضحت الوزارة أن أي جمعية عمومية تنعقد ستكون لاغية، كما أشارت الوزارة إلى أن الخطوة تجيء وفقا لأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 وقانون الهيئات الشبابية والرياضية للعام 2016. من المتوقع أن تغادر بعثة الهلال غدا السبت إلى مدينة مروي لمواجهة الأهلي، وذلك في بطولة الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل. وأعلن الجهاز الفني للهلال قائمة اللاعبين المغادرة إلى مروي، وإعادة الجهاز الفني للاعب عبد اللطيف بوي إلى قائمة الهلال التي ستغادر أيضا إلى مروي، وشهدت القائمة ذاتها إبعاد كل من نزار حامد وبش الصغير. وتضم البعثة 20 لاعبا. يجمع الهلال في رصيد 10 نقاط بعد أن حقق فوزا غاليا على أهل شندي بهدفين مقابل هدف في آخر جولاته. وصل فريق كرة القدم بنادي المريخ أمدرمان تدريباته بمدينة الفاشر استعدادا لمواجهة فريق الهلال الفاشر في الدوري السوداني الممتاز غدا السبت. وقال المدير الفني المكلف للمريخ جمال أبو عنجة في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي اليوم إن الهدف من التدريبات إعادة تأهيل اللاعبين المصابين والعمل على عودتهم بشكل مختلف خلال الفترة القادمة. ومؤخرا ضربت موجة الإصابات صفوف المريخ ليغيب عدد من اللاعبين بقيادة ضياء الدين محجوب، صلاح نمير، عمار الصيني، التاج إبراهيم. ويتأهب المريخ الخرطوم لمواجهة هلال الفاشر غدا السبت المرحلة الثالثة والمؤجلة من الدوري الممتاز.